معايا عبر الهاتف الان مره اخرى الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي. يا كابتن حمد دايما بسعى بتواجدك معايا. حبيبي يا كريم، ده انا اللي بابا مبسوط انا معاك. حبيبي يا كريم، اخبار حضرتك ايه؟ والله في نعمه الحمد لله يا حبيبي. كنت بقول الاسماعيلي كان ماشي الى حد كبير بشكل معقول جدا الفتره الماضيه، خساره انا متاكد انها كانت صعبه عليكم امام بلديه المحله، خاصه الفريق قريب منكم جدا في جدول ترتيب الدوري الممتاز، شويه زعل من الجمهور، ازاي تعاملت مع كل هذه الامور يا كابتن احمد؟ هي كانت مباراه مهمه جدا لينا طبعا، ما انت عارف وضع الفريق ووضع وانك انت طالع من ثلاث مباريات عاملهم بشكل جيد جدا، ونتيجه مباراه البلديه تبقى انت 16 بونت، فيبقى الفرق بينك وبين الرابع حوالي 5 بونت، فانت عارف يعني كلها جايه في بعض، يعني عارف صح. انت مع بعض اللعيبه الكبار اللي هم كانوا مصابين وتعبانين، فكلها قلق. كابتن ايهاب طبعا يعني الراجل عايش في قلق جامد جدا، لان الثلاثه بونت كانوا ثلاثه بونت مهمين جدا جدا جدا، لكن انا بقول هي دي كره القدم والخساره وارده، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر نعوض الفتره اللي جايه ونقدر نعمل واحنا بنتفرج على المباراه يا كابتن حمد حسينا بتاثير كبير لغياب عبد الرحمن مجدي عن الفريق. يعني بص، طبعا عبد الرحمن من اللعيبه المهمه جدا، عبد الرحمن من اللعيبه المهمه جدا جدا في الفرقه وكل اللعيبه، ولكن انا بقول ان يعني لا قدر الله لو حصل اي حاجه لعبد الرحمن اكيد لازم هتشتغل يا كريم، مش هتقدر تقف والمركب تقف، لكن عبد الرحمن ما فيش شك لعيب مهم جدا بالنسبه لنا كل اللعيبه طبعا، لان انت السنه دي الفرقه كلها شباب وكلهم صغيرين، فانك انت يبقى في حد بيقدر يشتغل الكلام دوت مع الصغيرين دول كريم، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. طيب كابتن ايهاب جلال، بعد نهايه المباراه كان واضح انه في كلام مع جمهور نادي الاسماعيلي، كان في زعل وغضب، يعني المباراه ما كانش فيها جماهير يا كريم، كان احنا كان وده كان تاثير سلبي جدا بالنسبه لنا، لان انت عارف الجماهير دي داعمه لينا جدا وكابتن ايهاب، لكن انت عارف وحد برضه بيوجه بعض كابتن حمد معلش عشان الصوت راح في الجزئيه دي، والجزئيه دي مهمه جدا لجماهير النادي الاسماعيلي، ممكن توضح تاني؟ معلش الصوت كان راح بسبب الشبكه، اتفضل. كريم سامعني كده كويس؟ سامعك كويس يا كابتن حمد. انا بقول لك ده يعني ما كانش في جماهير في الملعب، وكان بعض يعني حد من الناس اللي كانت موجوده بيوجه اللوم في بعض اشراك بعض اللعيبه، والكابتن ايهاب رد عليه واتكلم معاه يعني، والموضوع خلص بقول لك في حوالي 10 دقائق، الناس جم المكتب وقعدوا يتكلموا وبيبينوا حبهم للفرقه، واحنا كمان بنبين لهم يا جماعه مش كل انت حضرتك بتيجي تتفرج على اخر لقطه في كل التجهيز صح. اللي هي يوم المباراه انت بتشوف المنظر من فوق، لكن انت ما تعرفش اعداد اللعيبه دي بياخد قد ايه، الحاجات دي كلها بياخد مين مصاب مين مش مصاب، مين متعور مين ما بيتعامل معامله سيئه مين ما بيتعاملش، كل دوت حاجات كريم في الشغل ما حدش يعرفها غير الناس اللي شغاله يوميا في الكلام دوت. فانا بقول يا جماعه احنا فرقه صغيره، لما تبص على الدكه انا كنت ببص على الدكه بصراحه، يعني بشفق على كابتن ايهاب عشان يختار حد من التغيير، وانا راجل مساعد معاه صح صح صح. انت بتتكلم عندك واحنا بنشرك بشار اشرف مواليد 2006، حسن صابر مواليد 2003، نادر فرج مواليد 2003، حاتم سكر مواليد 2003، علي الملواني اول مره يشترك، عبد الرحمن الدح، يعني انت لما تسمع فعلا تبقى انت عارف ان في مشكله، لما تيجي تبص على الدكه تلاقي بقى عبد الله حسني وكريم مصطفى لا وهي بصراحه محمد زيدان، يعني بص يا كريم احنا ان شاء الله هنعمل حاجه شكلها كويس جدا للنادي الاسماعيلي، والحمد لله احنا بقى لنا ثلاث مباريات يا كريم من اول مباراه سيراميكا، فنيا بقى نيجي نتكلم فنيا، انت كنت بتلعب فرقه كبيره جدا وانت عملت مباراه كبيره جدا عليهم، نادي الزمالك يعني ما حدث ولا حرج من اسماء اللعيبه اللي عنده، بص على الماتش اللي بعد كده جونه، وانت لسه كريم عندك نواقص كبيره جدا. انا بقول دايما يا كابتن حمد وانا بوصف
الاسماعيلي بدا يتنفس بس لسه ما وقفش، يعني بدا يتنفس، وده بالفضل ليكم الجهاز الفني واللاعبين وطبعا لا الاداره. لا لا والله لكل. كريم فضل ربنا طبعا اولا واخيرا طبعا، مجلس اداره بيجتهد جدا، اللعيبه فعلا بتتعب معانا، لكن لما نيجي نلاقي نفسنا مثلا عندنا النواقص بقى بتاعتنا، لعيبه مهمه جدا في الفرقه كريم، من اول محمد فوزي، عماد كان اول مباراه يرجع فيها، احمد الشيخ ان شاء الله يرجع معانا من اول الاسبوع اللي جاي، عبد الرحمن مجدي، محمد حسن، حمد النقاد، محمد مخلوف. بص اللعيبه دي يا كريم مع اللعيبه اللي موجوده نبدا نشتغل. برضو خد بالك يا كريم، انت احنا قلنا قبل كده دي السنه اللي المفروض ان شاء الله باذن الله نعدي فيها على خير باذن الله، مش ان احنا نعدي من لكن نعدي منها بخير، ان اللعيبه تادي بثقه واداء كبير زي اللي احنا شغالينه هيفرق. لكن يا جماعه ما انت مش كل مباراه هنبقى متوقعين ان انا هبقى بعمل حاجه مختلفه، وممكن نتيجه المباراه ما تجيش معاك. لا هو ساعات بيبقى الناس فجاه كده عايزين منك الاسماعيلي نسخه من 10 سنين فجاه، واحنا بنحاول نعمل الكلام ده. انا فاهم بس انت بتحاول تبني وتشتغل، يعني احنا بنحاول نعمل الكلام ده، لكن انا بقول لك بعد ان شاء الله يا كريم بعد 4-5 سنين هتلاقي في لعيبه بقى جوه النادي الاسماعيلي صغيره تقدر تشيل الكلام ده، وده اللي احنا بنعمله حتى في الحاجات، تصليح الامور الاداريه يا كابتن كريم، في تعديل عقود اللعيبه، حاجات كانت يعني حاجات مهمله جدا يا كريم، لعيبه 4 لعيبه مهمين جدا بنحاول نجددهم في الفرقه، غصب عنك انت كنت سايبهم لمجلس الاداره استلم، كان اخر سنه ليهم اللي هم اللعيبه ديت، فبيحاولوا يجددوا لهم حاجات كتيره جوه الفرقه، الناس ما تعرفش يا كريم احنا بنشتغل ازاي وبنلم الكلام ده ازاي. الشغل الشاغل الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد ومعاهم الكابتن ايهاب مع مجلس الاداره ان هم يشوفوا احسن حاجه للنادي بيعملوها كريم.